مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو رح يكون عن تحدي الاكل الكبير ضد الصغير. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك وسبسكرايب كومنت شير شارات. يلا نبلش. فكرة الفيديو هي عندنا هون صحن عليه ورق مكتوب عليها مثلا شغله حليب مثلا صغير، يعني بتاخذي حليب صغير وبارتنر تبعك اختي يعني تاخذ الحليب الكبير. وهلا احنا بنحجز ورق مقص وبنشوف مين حيفوز عشان يبلش يختار الورق. حجز ورق مقص. يس انا الورق. ايش فيك كبار الورق؟ شو طلع؟ طلع لي بسكويت صغير. اخذ الكبير؟ ايش نفسي البسكويت؟ لو ما اخذ بسكويت مسكويت كنت مسكويت. لا ما بدي الكبير. يس الكبير انا بدي. لا لا ما بدي الصغير، بدي الكبير. بليز بدي. ما بدي. انا بدي الصغير. انا بدي الكبير. للاسف انا سحبت الصغير وروان حتاخذ الكبير. انا بدي الصغير وهي بدها الكبير. ف حليب صغير حافتحه واحطه كله. بس اكيد احنا ما حنقدر، لو ما حتقدر تكمله فراح ياخذوا اهلنا يكملوا. انا حتى هذا اللي معك ما بحبه، خصوصا ميرا وانا بحبه. انا بحب سفينه. نفسي اللي معك. حتى هذا الصغير اللي معها انا ما بكمله، انا ما بحب صغير. يو شو شو او ماي جاد ما ضلش حليب. هذا بدي اعمل فيه تحدي. اني تحدي الكورن فليكس. خلص الحليب. اوف والله كثير. اوكي انا احط حليب سنيني اخلطه. بس خليني احطه كله حليب. مستحيل انا حتى هذا الفوق ما بعرف. مستحيل. روان جاهزة؟ او ماي جاد جيبي مع روان. صار دغري روان هيك. يلا دغري يلا ناكل. واحد اثنين ثلاثة. خلص اول هو فايز. هلا شو هال؟ تخيل كذا بدك تحداك تدخليه كله في امك. اوكي انا باخذ من تحت عشان ما حد يكون. عجبك خكرة بتمي؟ قولوا لنا مين منكم بحب الكورن فليكس؟ ما كلتي كله؟ بدكم نعمل تحدي يعني جيب علبتين كل واحدة تاكل علبة كاملة بخلص أول وبياكل أكثر فايز؟ نصوره؟ فريكة؟ أوكي هلا خلينا نروح على بعد بسرعة. جيب ثاني. طبعا هذا كورن فليكس كل عيلة بتحبه فراح اعطيه للعيلة ونسجل لبعضها. وضمن العائلة انا فانا حاكل هذا. وطبعا ما في شيء بنكب، هذا راح اعطيه للعيلة عشان هم ياكلوا عشان هم كثير بيحبوه خصوصا ميرا. ننتقل للجولة الثانية. والله طيب. تحبين شيبس او شيء؟ تحبين ناكل اي شيء؟ كيف تسوي شيء طيب؟ كيف تسوي شيء؟ لا ما تقولي شيء. لا شيبس صغير. اه والله عادي. هلا كنت بدي شيبس برينكلز. اوه انا بحب الاوريجينال اكثر واحد بحبه جبتي. اوكي جبنا شيبس. طلعنا شيبس صغير. شيبس حار. اوكي طلعنا شيبس صغير ولا الكبير؟ كبير انا؟ صح ايوه. مشتاق. شو صار لي؟ مش حابة وتخيل وجهكم كيف البوكس. مش عارف اسحبه. ايش ده؟ لا انا الهيرو. يلا ايش هذا؟
صورة. لا أنا بحب طعم كلها بصراحة. أنا طلعت كثير حلوة. هذا الجو الثالث صح؟ الجو الثالث. أكل يلا جيبوا أكل جيبوا كولا برجر أي شيء. وهلا الجو الثالث صار ضرر يعني تسحب. تعالي شو بيجي تعالي نعمل. يلا. اخترت الصفحة جالكسي اسمه جالكسي. لا لا بحب الجالكسي بس جالكسي بحب الجالكسي. انا بحب الفستق بس حنعطي شوية حليب ميرا اوكي؟ ما بصير انا اطلع لي جالكسي بالفستق وانا بالفستق مش بالماي بالفستق. انا طلع لي صغير انا طلع لي كبير. انا فكرت الجالكسي السموذ العادي. انا طلع لي كبير. شكرا. او ماي جاد يا جيبي لي حليب. ثانك يو. اسمع حليب جابونا حليب عشان ما عطش كثير بس البنات. حليب كبيت يا ريان. هيك عم بصب الطلع عليكم ما نتكب حليب بس ما طلعت منكم يا سكون البنات. هتكب عليك هتكب عليك. لا لا. وهلا جو الرابعة وصار دوري اختار. لا غسل البنات كبير. ترى غسل البنات كبير انا فكرت حيطلع صغيرة وكمان في اصفر. انا طلع لي غسل البنات صغير مع حظي. وانا طالعه غزبات كبير. انا ما بحبش اكل شعري وانا مش بحب هذا الشعر. انا بحب الشعر البان بس ما بعرف ليش عم باكله. هلا خلينا نروح على الجوله الخامسه. هلا الجوله اللي بعدها. تفضل طولنا طول يا ايش في معي يا صغير. مالتيزرز لارج الكبير. مع انه انا ما مش كثير 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 بحب المالتيزرز. هي بتحبه كثير بتاكله وحده كامله لحالها. بس هلا بدي اشرب حليب اذا اكلت هذا ما خلص الحليب اليوم يعني. اذا اكلت غدا بشرب حليب ولا لا؟ هذا حبتين بس. بس كثير معقد بس بس. حتى مش حبه. بكون تعبان طبعا. انا كمان. من كورفليكس هلا. هلا خلينا نروح على الجولة اللي بعدها. هلا الجولة اللي بعدها شو الدرجة يعني؟ البارح بس نبغى جاي مش قادر افتح شيء. عصير كبير الك. عصير كبير؟ انا صغير انا صغير. عصير كبير؟ حسب بالعادة؟ اوكي عملنا كوكتيل فواكه. فروت كوكتيل. عصير فواكه. لو جبتوا لي عصير شوكولاتة كبير بالله عليكم. اوكي هيو ما بشرب فواكه كثير بس بحب الشوكولاته اكثر كالعاده. طبعا يعني انت تاكلي فواكه يا ريان. انت بحبه شوي يعني بس عصير ليمون. جيبوا لي كبابه بعدين فواكه ما زبطت معايا. صح بدي كاسه اميره. ما بكون كله عطوني هيك يطلع من برا. اشرب هي فتح من هون. بحب الشوكولاته. شو جبت لي شوكولاته؟ كم مره حكيت لي خلص اشرب انت بس. يا واحد اثنين ثلاثه اللي بعدها بالعصي اسكى. واحد ثلاثة مش سيء. طيب اشرب اكثر من هذا الثقب الصغير عم يطلع كل تمي. اوكي هلا خلينا ننتقل للجوله الاخيره. عن جد؟ اوه واحد من دوري خلينا نسحب اكيد هي حتكون شيء.
ايش احذر اي وحده فوز كبير يلا ما بدي اكل بنانه ما اكل غير لقمه صغيره بدي معي دي شو بالبنانه ما اوخ قد راسي هاد حتى اطول من راسي قد راسي اطول من ايدي ولا لا الو الو مي انا تت الو ريان الو ريان يسيفون اكس دي واحده وجدت كيف الان الايفون اكس ماكس انا جبت نوكيا انتي الو الو مين الحلوه انا توتا توتا مين ابن البابا بابا مين ولي بابا مين بابا جدو مش عارفه شو اوكي انا خير لازم افتحها صح انا ما بدي افتحها ليش كلها اوكي هات باجي ما بصير ناكله يعني ما بتاكل بابا هيك بسوي لك فيها يا ريان اليوم اذا حبيت تنزل لايك وسبسكرايب كومنت شير اشعارات باي.